إليكم التحية المشاهدين الكرام في كل مكان. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عرفة، أن إحنا دائما رسائلنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا، هو خاتم المرسلين، هو اللي بيشفع علينا يوم القيامة. لمن يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم نقول له كلنا محمد وكلنا رسول الله. وكل الآن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عرفة فعلت الهاشتاج إننا كلنا رسول الله. حتى البروفايلات اختلفت في وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أو الواتساب، بنقول كلنا رسول الله لأنه شفيعنا، لأنه مربينا، لأنه نحن بنقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، وكل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مطبقينها في حياتنا اليومية. الآن المولد يا عرفة برضو مناسبة، نحن بنقول يعني كل سنة والناس بخير، إنه كيف نستفيد من المولد في إنه نرسل الرسائل نقتدي بها في حياتنا من خلال الخطابات اللي بتكون داخل الخيام المختلفة، من خلال الرسائل الموجودة لكل الطرق الصوفية نحن بنحييهم. من خلال المحطة الجاية حنتكلم عن برضو واحدة من المناطق اللي دايما بتحتفي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، السروراب، وهي مشاركة أهل الريف باعتبار أنه السروراب أهل الريف وأهل حضر. والفكيل الأمين والدمحقين معروف في السروراب، والناس بتحتفي بهذا اليوم، عندهم تفاصيل ما أنه عندهم نشاطهم الثقافي وعندهم نشاطهم الاجتماعي داخل السروراب، وأكيد عندهم تفاصيلهم وعندهم شكل الاحتفال مختلف. خلينا نمشي مع محمد زاهر ونشوف المولد في السروراب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. الشهر المبارك الطيب وفي هذه الأيام السعيدة تنطلع من الجزيرة إسلانج بولاية الخرطوم احتفالية أهل الجزيرة إسلانج وبداية احتفالهم بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الجزيرة إسلانج نهني كل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ولكل من هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أصقاع الدنيا، نهنيه بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزيرة إسلانج، أرض القرآن الكريم وأرض الصلاة على رسول الله. بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعاد الله علينا هذه الأيام الطيبة، ونحن في الطرق الصوفية نحتفل بهذا الاحتفال الكريم كل عام، والتحية مقبولة من أهل الجزيرة إسلانج فردا فردا. جزيرة إسلانج طبعا معروفة من بدري، يعني هنا ناس كلهم ناس طرق صوفية وناس يعني بيحبوا شو حصل مولد ده بيحتفلوا به سنويا. Thank you.
وهكذا إسلام عن بقرة أبيها مرقة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شيبا وشبابا كهولا وأطفالا نساء ورجالا. هذه إسلام تهنئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بميلاد النبي عليه الصلاة وأتم التسليم بهذه الذكرى الطيبة المباركة عادها الله علينا وعلى جميع المسلمين بالعزة والنصر والتأييد. أهنئ الشعب السوداني بالمولد النبوي الشريف وأهنئ كل الأهل بجزيرة سلانج والريف الشمالي. اليوم إسلانج الكبرى، إسلانج الحضارة والتاريخ، إسلانج القرآن الكريم، إسلانج خلاوي الفقير لبين والدم حقين تخرج اليوم عن بكرة أبيها كبارا وصغارا شيوخا رجالا ونساء وحتى المرضى امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. هذا نهجنا ونهج آباؤنا الذي ورثناه منذ الصغر، وهذا إرث أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن في جزيرة سلانج هذه عادتنا وشيمتنا التي ورثونا لها آباؤنا. ونحن في الجزيرة سلانج باسم مواطني وأهل الجزيرة سلانج غاطبة نهني الأمة الإسلامية جميعا، وبدأت الاحتفالات في هذا اليوم المبارك في الجزيرة سلانج وانطلقت مواكب الفرح ابتهاجا واحتفالا بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للأمة الإسلامية وهنيئا للعالم أجمع وهنيئا لأمة السودان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.